أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النافذة التي سوف نتحدث فيها اليوم عن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بهلاحج، بتحديدا في القبيطة، حيث تتواصل المعارك الضاربة التي تخوضها قوات الجيش الوطني في مديرية القبيطة منذ يومين وسط انهيار كامل لميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا وأحرت العديد من المواقع والجبال، كما طالب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمزيد من الدعم لمواصلة معركة التحرير. إذن تفاصيل أكثر نتابعه في سياق التقرير التالي الذي عده لنا مراسلنا من هناك. جبهة القبيطة محافظة لاحج يخوض فيها رجال الجيش الوطني معارك شرسة، وهم يستعيدون المواقع والجبال بجهود هؤلاء الأبطال تحرير منطقة قفل، ويزحفون طمعا في استعادة وتحرير مديريتهم من الميليشيات الانقلابية وسط انهيار كبير للميليشيات الحوثية التي أصبحت لا تجيد سوى زرع الألغام والتمترس خلفها لعلها تحميهم، ولكن الرجال الأبطال ينتزعونها بأيديهم العارية ويتقدمون. الحلاقي المغنية تمام، وهناك باقي مجموعة فوق من الغام ومجموعة من العبوات التي تم زرعها في قفل. كم عدد إلى الآن اللي تم نزعها؟ تم نزع ما يقارب 15 لغم من هذه الغام، دبابات كانت على الخط. للاحق الحوثيين ولا حقهم لأوكارهم، ولا منطقة القبيطة ما تقبلش أي حوثي ولا متمحوث. ينفذ الهجوم من قبل قوات الشرعية على الميليشيات الحوثية من جهتين، الجهة الغربية والتي تزحف منها قوات العمالقة، وقد وصلت إلى جبل الغراب ومنطقة ضمران، ويطبقون الحصار على جبل جالس. ومن الشرق يقوم رجال الجيش الوطني والمقاومة بقيادة العميد حسن سالم القباطي بالهجوم باتجاه جبل المغنية الاستراتيجي ومنطقة الهجر، ليطلقوا الحصار على جبل جالس الاستراتيجي، مستمرين بالهجوم حتى تحقيق هدفهم بالقضاء على الغزاة وحماية منطقتهم كونها بوابة محافظة لحج وسماء إقليم عدن. وقد تركت الميليشيات أفرادها بين قتلى وجرحى وأسرى مكتفين بتهريب القيادات. من فين؟ لحظة من فين؟ من الرحيبة. قالوا بوذاك وسودانيين ومديروا بالقبيطة طول حرروا القبيطة، حنا رومية. وش اللي شفته؟ شفنا مواطنين مثلنا، خوارنا كله ما عارف قاعش نحن هون بالرايدة، لا في لا سودانيين ولا مداش. قالوا لك؟ والله انا قالوا لي ان هنا مدري في اماراتيين في ما ندري ايش، وناس ضعاف مدري ايش دخلوا مدري ايش. قلنا ما فيش لا اماراتيين ولا سودانيين، كل احنا يمنيين مسلمين. فاخذت شيء جينا نشوف ما بش حاجه. استعيد جبل قفل والتبة الطويلة وجبال الكرب، كما وصلت قوات الجيش الوطني إلى جبل الزبية والسيطرة على جبل المشقر، والزحف متواصل والمعنويات مرتفعة، علما بأن التحرير لكل مناطق القبيطة ليس مستحيلا على رجالها، فقد سبق وأن حررت هذه المناطق من قبل وانسحب منها المقاتلين عندما نقص عنهم الدعم والإمداد. إذن المشاهدين الكرام، الآن معنا عبر الهاتف النقيب علي منتصر القباطي الناطق باسم الجيش ومقاومة القبيطة. أسعد الله مساءك سيادة النقيب. أهلا وسهلا أخي الكريم، حياك الله. أهلا ومرحبا بك. بداية وضعنا في آخر مستجدات هذه المعارك الدائرة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في القبيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. جبهة القبيطة مستعلة في الشرق والغرب، وضع انهيار الميليشيات بشكل تام. الجبهة الغربية التي خاضت معارك شرسة منذ ليلة قبل يومين حتى يومنا هذا الذي حتى وانا معكم على الهواء، وهي تقول اشرة المعارك في محاولة من أبطال الجيش الوطني والمقاومة على اقتحام جبل جالس الاستراتيجي، والذي يعتبر استعادته وتطهيره من ايادي الميليشيات انتصارا لمديرية القبيطة.
الوطني والمقاومة التي جمعتها الميليشيات وفخختها بعملات هادفة وألوان كثير من الضحايا المدنيين بشكل كبير هم ضحايا هادفة الميليشيات منذ أن تم تغيير نعم سيادة النقيب يبدو أن هناك خلل في الصوت، سوف نعاود الاتصال بك ونأخذ منك تفاصيل هذه المعركة الدائرة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في القبيطة، وعن الانتصارات التي حققوها والمكاسب، وكذلك عن الخسائر ومعنويات ميليشيا الحوثي الانقلابية المنهارة والتي تتقهقر أمام ضربات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في القبيطة، وعن الأهمية الاستراتيجية لهذه المعارك والمواقع التي تم السيطرة عليها من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكذلك عن الخسائر المادية والبشرية التي تتكبدها الميليشيات في هذه الجبهة وأثرها على مقاتليهم من خلال ما تكبدهم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من خسائر في صفوفهم، وكذلك عن الأسرى وغيرهم وعن الشهادات التي يتحدثون بها وعن غسيل الأدمغة التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق عناصرهم وما يتحدثون به ويتم التغرير بهم، وكذلك عن التجنيد الإجباري التي تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية بالزج بمقاتلها في هذه الجبهات، وكذلك عن الحالة الإنسانية في القبيطة والممارسات والانتهاكات التي تقوم بارتكابها الميليشيات الانقلابية بحق أبناء القبيطة، وربما هي أخذت النصيب الأكبر من أيضا من انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية. إذن عاد إلينا مجددا سيادة النقيب علي منتصر، استكمل ما كنت تتحدث فيه حول مستجدات هذه المعركة. نعتذر إلى أن نضع في الصوت حاولت إنها بدعم من بعض الجبهات والمشايخ في مدينة القبيطة الموالين للعدل من هنا لجنة اللحظة في فصل العدل مشايخ اللواء العمالقة حاولت مناطق الشرقية لمدينة القبيطة لتلتقي الانتظار تماما على جبل جالس في مناطق القبيطة في مدينة تتحدثت بشكل رسمي وفق الحكومه بين جانب محدد وتعصب محدده من طرف الناس. نعم سيادة النقيب اسمح لي واعتذر عن المقاطعة، هل لك أن تحدثنا عن أهمية هذه المواقع التي تم السيطرة عليها وما تسعى إليه يسعى إليه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتحرير المزيد من المواقع التي كانت في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ نعم أخي الكريم، تحرير المناطق القبيطة وبالذات مناطق حمران ومناطق جارس وتعبير نعم الناطق باسم الجيش والمقاومة في القبيطة، شكرا جزيلا لك.